السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنقوم مع بعض درس من دروس النحو للصف الأول الإعدادي بعنوان همزة القطع وألف الوصل. طب أول حاجة عايزين نعرفها إيه هي همزة القطع؟ همزة القطع هي عبارة عن همزة، الهمزة دي بترسم في أول الكلام، يعني بترسم يعني بتكون مكتوبة قدامنا ظاهرة، أقدر إن أنا أشوفها بعناية الهمزة دي. طب إيه كمان؟ بتنطق في ابتداء الكلام وفي وسطه، يعني سواء إن أنا هبدأ بالكلمة اللي هي فيها الهمزة دي هبدأ بها الكلام هتتنطق، سواء ان هي في وسط الكلام برضه انا ايه هنطقها برضه، يبقى هي مرسومه في الحالتين ومنطوقه في الحالتين. طيب تعالوا كده نشوفوا مع بعض مثال. لو قلنا احمد ذهب الى المدرسه، احمد هنا الكلمه دي بدات بالف، الالف دي ايه عليها همزه، يعني بدا بهمزه، الهمزه دي عندنا دي همزه قطع. طيب هنلاقي ان هي مرسومه يعني ليها شكل عندي في الكلمه، غير كده نطقناها وهنا بدا بها ايه الكلام. احمد أحمد ذهب إلى المدرسة، وفي نفس الوقت إحنا عندنا إلى برضه إيه بدأت بهمزة إيه؟ بدأت بهمزة قطع، وهي في وسط الكلام وبرضه إيه اتنطقت. أحمد ذهب إلى المدرسة. طب لو قررنا إن إحنا أحمد دي نحطها في وسط الكلام مش في الأول، قلنا ذهب أحمد إلى المدرسة، هنا برضه هنلاقي إن الهمزة بتاعت أحمد مرسومة وفي نفس الوقت إيه نطقت وهي في وسط إيه الكلام. طب تعالوا نشوفوا الاشكال بتاعت همزه القطع. همزه القطع عندنا ليها اشكال، فمثلا عندنا الهمزه لما بترسم فوق الالف زي عندنا الايه ديت اللي عندنا ديت، هنلاقي ان هي بتبقى مرسومه كده في حاله ايه؟ لو هي مفتوحه او مضمومه، يعني ممكن اقول ايه او اقول او. طب عندنا الشكل الثاني ده في حاله ان هي بتكون مقصوره لما اقول اي. طيب بعديها عندنا الهمزه اللي احنا بنقول عليها همزه مد، وبنلاقي طبعا علامه المد من فوق دي تعتبر برضه همزه ايه؟ همزه قطع. ليه؟ لان دي عباره عن همزه بيليها الف ايه؟ الف مد، وبيدخلوا مع بعض ويدينا الشكل اللي قدامي دوت، فدي بنقول عليها برضه همزه ايه؟ همزه قطع. وعندنا الشكل الاخير دي في حاله ان احنا حطينا الهمزه لوحدها والمد لوحده، ودي بنلاقيها كتابه المصحف وكتابه القران الكريم. طب تعالوا نشوفوا بقى مواضع همزه القطع. اول حاجه لما نتكلم احنا عارفين ان اقسام الكلام عندنا حرف واسم وايه وفعل. تعالوا نشوف الحروف. عندنا همزه القطع في اول الحروف، جميع الحروف التي تبدا بهمزه فهي همزه قطع ما عدا ال، والال ديت اللي هي ال التعريف. طيب جميع الحروف بتبدا بهمزه ايه؟ بهمزه قطع، يعني بتكون مرسومه وايه ومنطوقه. زي ايه الامثله اللي عندي؟ لما اقول ان، او لو قلت انا، وعندنا الى وان واو، وعندنا طبعا امثله كتير من الحروف اللي بنلاقي اولها كده همزه وبتكون ايه منطوقه، بنقول عليها همزه ايه؟ همزه قطع. يبقى جميع الحروف تبدا بهمزه قطع ما عدا ال للتعريف. طيب في اول الاسماء لما نشوف في الاسماء هنلاقي ان جميع الاسماء بتبدا ايضا بهمزه قطع، يعني لو عندي اسم اوله همزه على طول اعرف ان الاسم ده اللي اوله همزه على طول دي همزه قطع، ما عدا تسعه اسماء، تسعه اسماء بس هي دي اللي ما بتبداش بهمزه ايه؟ بهمزه قطع. طب ايه الاسماء التسعه اللي ما بنقولهمش بدون همزه قطع؟ هلاقي عندي ابن، ابنه، اثنان، اثنتان، اسم، امرؤ، امراه، ايم الله، ايمن الله. طب لما نيجي نبص على الكلمات ديت هنلاحظ ان الالف اللي موجوده في الاول ولا واحده عليها همزه في البدايه، عشان كده ما قلناش عليها همزه ايه؟ همزه قطع. طيب انا لما نطقت وقلت ابن، لكن ابن دي لو جت في وسط الكلام انا الالف دي مش هنطقها، وهنشوف دي في الامثله مع الف الوصل بعد كده. طيب تعالوا نشوفوا امثله لهمزه القطع اللي موجوده في الاسماء. عندي مثلا زي كلمه اسماء. اسماء ديت اسم ايه؟ اسم بنت. لما اقول اسماء، انتصار برضه انتصار دي لما يكون اسم ايه؟ اسم بنت. لما نقول ادم، وهنا نلاحظ ان الهمزه دي همزه ايه؟ همزه مد، وبرضه ديت هنقول عليها همزه ايه؟ همزه قطع. عندي ايمان وعندي اسامه، يبقى عندي ديت الكلمات ديت الان هي اسماء وبدات بهمزه بنقول عليها همزه ايه؟ همزه قطع، لانها مش من الاسماء التسعه اللي احنا قلنا ان دي مش ايه؟ مش تبع همزه قطع. طب تعالوا بقى نشوف في الافعال. هنقول في اول الافعال ثلاث حالات بس عندنا من الافعال اللي بنلاقي معاها همزه القطع. طب ايه هي الحالات دي؟ لما نقول في اول الفعل الماضي الثلاثي المبدوء بهمزه ومصدره. طب احنا عارفين ان الفعل عندنا بيكون ثلاثي او رباعي او خماسي او سداسي. طب دول احنا هنوزع منهم جزء هنتكلم عنها ما
مع عدة القطع والجزء هنتكلم عنه مع ألف إيه؟ مع ألف الوصل. هنتكلم في الجزء بتاع عدة القطع، هنقول في أول الفعل الماضي الثلاثي. يبقى لو عندي فعل ماضي ثلاثي مبدوء بهمزة، بنقول الهمزة دي على طول همزة إيه؟ همزة القطع. طب يا ترى كده الماضي الثلاثي وبس؟ لا، والمصدر إيه؟ المصدر بتاعه. طب المصدر ده أنا أعرف أجيبه منين؟ نقدر إن إحنا نجيب المصدر عن طريق إن إحنا لو نفتكر درس المفعول المطلق، هو دوت إيه؟ المصدر بتاع الفعل الجاهل. طيب لما أجي مثلا أتكلم أقول إيه؟ أخذ. أخذ دوت كم حرف؟ ثلاث حروف، يعني فعل إيه؟ فعل ثلاثي، والزمن بتاعه إيه؟ الزمن بتاعه ماضي، وبديت بهمزة، يبقى الهمزة دي على طول هقول عليها إن هي همزة إيه؟ همزة قطع، أخذ. طب لو جينا نجيبه المصدر بتاعه، لو قلنا مثلا من المفعول المطلق عشان نفتكر هقول أخذ أخذا، يبقى المصدر بتاعه إيه؟ أخذ. تمام. طب أمر أمر، أكل أكل، يبقى كده كل فعل ماضي ثلاثي مبدوء بهمزة والمصدر إيه؟ والمصدر بتاعه. تاني حالة عندنا من حالات الأفعال في همزة القطع، عندنا الفعل الماضي الرباعي. الفعل الماضي الرباعي دوت أول ما أعرف إن ده فعل ماضي رباعي، يبقى على طول الفعل الرباعي دوت همزة قطع على طول. فعل رباعي يبقى همزة قطع على طول. طيب يبقى عندنا سواء الفعل الرباعي ده ماضي أو أمر أو برضه المصدر زي ما اتكلمنا في الثلاثي. طب فعل الرباعي زي إيه؟ الفعل الرباعي زي أكرم. طيب أكرم ده فعل ماضي إيه؟ رباعي. طب لو الأمر بتاعه هنقول أكرم، يبقى أكرم أكرم ده الأمر. طب المصدر، المصدر إكرام، يبقى أكرم أكرم إكرام. طب نيجي برضه فعل ماضي رباعي تاني، لو قلنا آمن ده فعل ماضي رباعي. طب رباعي إزاي؟ ما هو إحنا قلنا إن همزة المد ديت أو الألف دي اللي عليها همزة مد دي بحرفين، حرف الهمزة ومعاها إيه؟ حرف مد، دي حرفين، وعندنا الميم والنون يبقى برضه فعل إيه؟ فعل رباعي آمن، وعندنا الأمر منه آمن والمصدر بتاعه إيمان. طب عندنا أحسن، أحسن ده الماضي والأمر بتاعه أحسن والمصدر بتاعه إحسان، يبقى لو عندنا فعل ماضي رباعي والأمر والمصدر دول بيكونوا همزة إيه؟ بيكون عندنا همزة قطع. آخر حالة عندنا همزة القطع اللي هو الفعل المضارع المبدوء بهمزة. لو عندي فعل مضارع مبدوء بهمزة دي بقول عليها همزة القطع، اللي إحنا بنقول عليها همزة المضارع. عارفين همزة المضارع؟ إحنا عندنا الفعل المضارع لما بنعرف إن ده فعل مضارع بنلاقي إن هو مبدوء بحرف من أربعة، الالف او النون او الياء او التاء. انا بتكلم بقى عن الهمزه دي اللي بيبدا بقى الفعل الايه؟ المضارع. طب ما دام فعل مضارع مبدوء بهمزه ماليش دعوه بعدد الحروف، يبقى على طول فعل مضارع مبدوء بهمزه ما فكرش في عدد الحروف، على طول الهمزه دي همزه ايه؟ همزه قطع. زي اكتب، انفق، اكتشف، استغفر، دي كلها افعال مضارعه مبدوءه ايه؟ ده همزه، فدي تعتبر همزه ايه؟ همزه القطع. وبكده كده اخذنا ملخص سريع لهمزه ايه؟ لهمزه القطع. دلوقتي دخلنا مع بعض الى الف الوصل، تعالوا نشوفوا بقى الف الوصل ده عباره عن ايه؟ الف الوصل برضه هي الف مكتوبه الف، طب تنطق في اول الكلام ولا تنطق في وسطه؟ يعني ايه؟ يعني انا لو عندي الالف ديت موجوده في بدايه الكلام هنطقها. لو عندي في نص الجملة الكلمة اللي مبدوءة بالألف ديت مش هتتنطق في نص الجملة، بتتنطق في الأول بس. طب وبتكتب ألفاً بدون همزة في الحالتين، يعني سواء أول الكلام أو في وسط الكلام، احنا قلنا أول الكلام منطوطة، وسط الكلام غير منطوطة، لكن في الحالتين بتتكتب ألف دون إيه؟ دون همزة. طيب تعالوا كده نشوف مثال، لما نقول ابن الخطاب وابن عفان اثنين من الخلفاء الراشدين، تعالوا كده نبصوا كده أنا هنطقها إزاي؟ لما اجي اتكلم عن ابن الخطاب، بصوا احنا عندنا كلمة ابن وكلمة الخطاب وكلمة ابن الثانية وكلمة اثنين وكلمة الخلفاء وكلمة الراشدين كلها مبدوءة بألف، الألف دي معلهاش إيه؟ معلهاش همزة. ما حدش يقول لي كلمة الخطاب الألف اللي بعد الطاء، لا، أنا بتكلم عن الألف الأولانية اللي بتبدأ بها إيه؟ الكلمة. طيب لما أقول ابن، بصوا لما جيت نطقها ابن عشان دي بداية إيه؟ في بداية الكلام فاتنطقت. طب ابن الخطاب، ابن الخطاب دخلت بعد كده لما جيت نطقت النون نطقت بعدها اللام، اما الالف اللي في النص ديت دي الف وصل وفي وسط الكلام فلم ايه؟ لم تنطق. يبقى قلت ابن الخطاب وابن عفان، وابن عفان اثنين، بصوا برضو الالف دي ايه؟ ما تنطقتش. من الخلفاء، من الخلفاء برضو الالف بتاعت الخلفاء ما تنطقتش. طب افرض انا عايز انطق كلمه الراشدين لوحدها اقول ايه؟
الراشدين. الالف هنا ايه؟ اتنطقت عشان بدات بها الكلام، لكن لو هقولها بعد كلمه الخلفاء بقول ايه؟ من الخلفاء الراشدين على طول. طب تعالوا نشوف الشكل بتاعها. الشكل بتاعها قلنا ان هي الف بدون ايه؟ بدون همزه زي ما احنا شايفين. سواء كانت اتنطقت بالفتحه او الضمه او الكسر فانا عندي ايه؟ انا عندي ان دي ايه برضه بتكون من غير ايه؟ من غير همزه، ده لو اتنطقت بالفتحه او الضمه او الكسر. طب في وسط الكلام مش هتتنطق اساسا. تمام كده؟ تعالوا نشوف المواضع بتاعتها. المواضع بتاعتها لما نشوف في اول الحروف هو عندي حرف واحد بس هو دوت ايه اللي عندنا بيبدا بألف وسط اللي هو التعريف، زي كلمه مثلا المدرسه، المعلم، المهندس، الطالبه، دي كلها ايه؟ ألف وسط اللي هي ألف اللي هي التعريف. طيب في اول الاسماء احنا لما اتكلمنا في الاسماء قلنا جميع الاسماء بتبدا بهمزه ايه؟ بهمزه ط ما عدا تسعه، هم التسعه دول اللي هم بتبدا بالف ايه؟ بالف وسط. طب ايه هم تاني؟ هنقول لهم تاني: ابن، ابنه، اثنين، اثنتين، اسم، امرؤ، امراه، وايم الله، وايم الله. طب خلي بالكم هنا انا عايز اقول على حاجه، هنقول على ايه هنا؟ هنقول ان كلمه اثنين او اثنتين ممكن نلاقيها اثنين او اثنتين، مفيش مشكله. ممكن ابن دي نلاقيها اثنين، برضه ديت ايه؟ ممكن ديت هنلاقيها برضه في الف وسط اثنين. طب افرضوا ان انا لو لقيت ابناء، لا في حاله الجمع ديت ايه؟ بتبقى همزه ايه؟ همزه قطع. تمام كده؟ يبقى حاله المفرد بتاعت ابن او ابن، حاله المفرد وحاله المثنى بتفضل الف وسط. طب اثنين، اثنتين لو جت بالرفع بالالف او منصوبه ومجروره بالياء بتبقى برضه الف ايه؟ الف وسط. تمام كده؟ اسم او اسمين الف وسط. طب لو لقيت اسماء، لا اسماء هنا هلاقيها ايه؟ همزه قطع. تمام كده؟ برضه ام وامراه، لو لقيتها امراتين، امراتين هلاقيها برضه ايه؟ الف وسط زي ما هي. تمام كده؟ يبقى خلي بالنا برضه من ايه؟ من الحاجات دي. طب احنا قلنا ان كلمه اثنين لو حتى هي بالياء برضه هنلاقيها ان هي الف ايه؟ الف وسط. طب انا لو قصدي على كلمه اثنين اللي هو يوم من ايام الاسبوع، لا لو يوم من ايام الاسبوع، كلمه اثنين اللي هو يوم الاثنين دوت قال ايه؟ همزه ايه؟ همزه قطع. نخلي بالنا برضه من ايه؟ من الجزئيه دي، وان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في ايه؟ في الحصه بتاعتنا. طيب تعالوا بقى نشوف في اول الافعال. في اول الافعال عندي في اول امر الفعل الماضي، في اول الفعل الماضي، في امر الفعل الماضي الثلاثي، يعني انا لو عندي فعل ماضي ثلاثي الامر بتاعه بالياء هي ايه؟ الف وسط. زي ايه مثلا؟ زي انا عندي ماضي ثلاثي زي كتب، كتب. لما اقول كتب ده فعل ماضي ايه؟ ثلاثي. طب الامر منه اكتب، الالف ديت عندي الف وسط ما بكتبش عليها همزه. طب فهم الامر بتاعها ايه؟ افهم، برضه ديت الف وسط ما بكتبش عليها ايه؟ همزه. جلس ده ماضي ثلاثي، الامر بتاعها ايه؟ اجلس، يبقى اجلس برضه ديت الف ايه؟ الف وسط ما بكتبش عليها همزه. يبقى دي اول حاجه في اول امر الفعل الماضي الثلاثي. طيب لما نيجي بعد كده الاقي في اول الخماسي الماضي والامر والمصدر، الماضي والامر والمصدر بتاع الخماسي، اللهم فين الرباعي؟ ما انت لو تفتكروا احنا قلنا الرباعي كله تبع ايه؟ تبع همزه القطع، لكن هنا اول الخماسي الماضي والامر والمصدر زي ايه؟ زي انطلق او انطلق او انطلاق. تمام كده؟ اندفع ده ماضي والامر اندفع، طب والمصدر اندفاع. تمام كده؟ طيب في اول الفعل الثلاثي الماضي والامر برضه والمصدر، يبقى انا بتكلم في الفعل خليكم معايا بتكلم في الماضي والامر والمصدر. طب الخماسي والسداسي كلهم تبع الف وسط، تعالوا نشوف الصيغات زي ايه؟ زي استغفر، طب الامر استغفر، طب المصدر استغفار. يبقى انا عندي دلوقتي الفعل الرباعي كله تبع همزه القطع، الفعل الخماسي والسداسي كله تبع الف الوسط. طب الفعل الثلاثي السنين اخذنا منه جزء مع همزه القطع وجزء مع الف ايه؟ مع الف الوسط، وان شاء الله هنتكلم بالتفصيل في جزء الاسئله ان شاء الله في الحصه.